الملتقى تاع اليوم الهدف منه هو تعميم قانون 23/07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، اللي من خلاله سنقوم بتوضيح أهم التدابير اللي أتى بها القانون لشرحها للفاعلين في العمليات تسديد النفقات وتحصيل الإيرادات. التوضيحات تخص دور المحاسب العمومي الجديد من خلال أحكام القانون، وكذا توضيح أهم المهام للأميرين بالصرف، خاصة الجديد التي أتت بها تدابير وأحكام القانون 23/07. هذه فرصة لإطارات وزارة المالية أنهم يقوم بعملية تحسيس وتوعية والشرح لكل ما جاء به القانون الجديد، الذي بدون شك سوف ينعكس على التسيير الإداري بالنسبة للدولة، خاصة أن الجزائر دخلت في إصلاحات كبيرة وكثيرة متعددة، من بينها إصلاح المالية العامة للدولة الجزائرية. الحمد لله اليوم رانا في المرحلة الثانية في انتظار المرحلة الثالثة، وهو بطبيعة الحال السيستم انفورماتيزي دو لا جيستيون دو لا كونتابيليتي بيبليك.